بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلاب الثانوية العامة، رسالة جميلة حابب أوجهها لكم، معاكم مستر محمد ماهر، ألا وهي ركز في ورقتك. إيه معنى ركز في ورقتك؟ ممكن الكلام ده ممكن يعني تحس أنت سمعته أكتر من مرة، عشان قلته فعلا كتير، بس يعني بكرره عشان فعلا مهم. ركز في ورقتك، يعني ما تبصش على رزق حد. دي مشكلة لاحظتها في طلاب كتير يا جماعة، طلاب الثانوية العامة، ألا وهو إن هو يبص على طرق مذاكرة مثلا زميله، يبص مثلا زميله بياخد عند مستر مين، يبص مثلا على درجة زميله في الامتحان وينسى درجته. يعني دي أنا شفتها في طلبة كتير جدا، ياخد مثلا ورقة الامتحان بتاعته، هو مثلا جاب 10 من 20، 15 من 20، 20 من 20، أيا كان، وتلاقيه متضايق إن زميله جاب أعلى منه. طب أنت متضايق ليه؟ يعني أنت مثلا، أنا هقول منطقي جدا إن أنت تزعل لو جبت درجة وحشة، دي حاجة منطقية، إنما يعني تزعل ليه إن زميلك جاب درجة أعلى منك؟ تزعل ليه؟ في حاجة في الإسلام يا جماعة اسمها الغبطة. الغبطة يعني إيه؟ اللي هو الحسد المحمود. الحسد المحمود اللي هو إيه؟ لو مثلا زميلك جاب درجة أعلى منك، فأنت مش تضايق منه، لا، ده أنت تفرح له وتدعي له ربنا يوفقه بإذن الله، وتدعي بقى ربنا يوفقك وتبقى زيه وتبقى أحسن منه، الحاجات دي كلها، يا رب أبقى كويس، يعني تدعي ربنا إن أنت تبقى كويس وربنا يوفقك، تمام. انما فكره ان انت تتضايق ان هو جاب درجه حلوه، ده يعني شيء في القلب وحش، ده مرض قلبي يا جماعه. انت كده عندك مشكله قلبيه لازم تعالجها، لازم يعني لما تلاقي المشكله دي عندك ادعي اللي قدامك، ربنا يوفقه، ربنا يحفظه، ربنا يزيده، حاول تطهر قلبك من المشكله دي لو عندك، ودي موجوده عندنا كلنا في الغالب. فيعني ايه، حاول بجد تبعد عن المشكله دي. ركز في ورقتك، قصدي ايه يا جماعه، قصدي من الاخر كده، لما تلاقي نفسك بتذاكر بطريقة معينة، ممكن تبص على غيرك بيذاكر ازاي عشان تتحسن، عشان يعني تكون احسن، بس مش عشان تشوفهم هم دخلوا كلية ايه مثلا، او هم بقوا عاملين ازاي، او هو يشمعني يعني بقى احسن مني. كل واحد ليه حياته يا جماعة، كل واحد ليه حياته بجد والله، كل واحد ليه حياته، ليه شكله، ليه وظيفته، ليه البيئة اللي هو عايش فيها، ليه مستواه الاجتماعي، ليه مليون حاجة بتختلف عن اللي حواليه. لو ركزت على غيرك هتتعب. ربنا قال لنا في القرآن: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تمدش عينك تقعد تبص على اللي حواليك، ده معاه كام وده جاب ايه. كتير قوي في ناس بجد من النوعية دي، في ناس اللي هو لو جاره مثلا جاب عربية، يخش مثلا عمراته يقول لها: يا لهوي مصيبة، هنعمل ايه، جارنا جاب مرسيدس، هنعيش ازاي دلوقتي؟ ما تعيش عادي. ايه تعيش ازاي يعني؟ جارنا يبقى احسن مننا في ايه يا عم؟ يبقى احسن منك، انت مالك يعني؟ ما تركز في حياتك، انت ركز في حياتك بحيث ان انت تبقى كويس وتعيش حياة حلوة وترتاح. انما شغل السباق ده، عمين سابق بقى، لازم ابقى احسن من ابن خالتي وابن عمتي وجاري وحسين وابراهيم ومنى وتسنيم وسلم، ليه تبقى احسن من كل الناس دي ليه؟ يعني ركز ان انت تبقى احسن من نفسك. يعني محمد ماهر دلوقتي عايز يبقى احسن من محمد ماهر امبارح، بس كده، من غير بقى لف بقى وابقى احسن من، يعني مثلا انا كان مدرس ممكن ابقى اقول عايز ابقى احسن من مستر فلان وفلان، وده العدو بتاعي ولازم اهزمه ليه؟ ليه وجع القلب؟ فالخلاصه يعني عموما يا جماعه، يعني ركز في ورقتك، بص في ورقتك، ما بصش ورق غيرك. ما تحاولش تشغل بالك باللي حواليك، وزي ما اتفقنا قبل كده، كل واحد ليه طريقه مذاكره، كل واحد ليه حياه، كل واحد ليه اسلوب، كل واحد ليه نهج معين، ليه اب وام مختلفين، كل واحد ليه حاجه معينه. لو فضلت مركز على غيرك فانت هتتعب وهتتعس ومش هتتأخر، يعني مش هت يعني ايه مش هتتحرك خطوة، حرفيا مش هتتحرك خطوة. اللي هيتحرك الشخص اللي مركز على هدفه واللي عايزه وعايز ايه، اللي عارف هو عايز ايه. ده فيديو ارتجالي سريع كده، انا حتى مش محضر، بس المشكلة بجد بقالها كام يوم بتفكر، يعني بفكر فيها، وطلبة كتير قوي بيعانوا منها، بيعانوا منها كتير يعني، عارف مش اتنين اربعة مثلا، دول الاف حرفيا بيعانوا من المشكلة دي، او تقريبا معظم الطلاب يعني بيعانوا منها. فالخلاصة ركز ايه، ركز في ورقتك بس كده. السلام عليكم.